هي واحد السميه مركبه كاينه عندنا هنا في شلحه في شتوكا ارتيكل مي يعني جوسكا لا ميزون حتى للدار يعني هذا ليكسبريسيون موجود عندنا نشربوها تاي حتى للدار هذه اللي دي جات باش فاش تيكمي هذه الدار القديمه ديال جدودي كنا حنا اللي راجعين ليها من بعد تنجيبوا لها دي زارتيست صحابنا وسكننا فيها ربي انا فيها تخلقوا ثاني والدي وليداتي وكبروا هنايا انا كنفضل الدار تبقى من فاتحه اللي زار على داكشي اللي تندير انا كون بروفيسيون يعني لا بروفيسيون ديالي كان ليكزيرسيز يعني كنديرها في داري ولكن من فاتحه على ميوزيسيان اخرين حيت موسيقى جماعيه كنديرها مع موسيقيين اخرين وانا بحكم كان امن باللي رساله ديال الفن لا بدها توصل عبر الايمان باللي كاع الفنون كلها وسائل تعبيريه ما كنفرقش بين الموسيقي والرسام والمسرحي كلهم ديزارتيس كيبدعوا دونك انا الدار حليتها واقترحوا عليا صحابي ندير فيها ان بروجي علاش ان بروجي اللي يكون منفتح على ديزارتيس اخرين ويكون منفتح على لي فيلاجوا يستافدوا فيه وديجا هاد القضيه ديال لاتراكسيون يعني ديال نجعلها كمنطقه جذاب ديجا انا عن طريق الممارسه ديالي الفنيه تعرفت هاد البلاصه اي تملك من خلال صحابي من خلال بزاف الجمهور من خلال التصريحات ديالي في عبر الاعلام انني كننتمي لهاد المنطقه ولكن كان الانتماء للمنطقه لازم نديروا لهاد المنطقه شي حاجه نخدموها وانا كنفكر التصور ديالي ونفكر نخدمها ثقافيا مع الشباب مع الدراري الصغار وتبقى ديك الدار دوك الناس الوافدين عليها كيدوزوا كيديروا لا ترونسبيسيون داك الشيء اللي تيعرفوه في الموسيقى وفي الار في الاوديو فيزيون لهاد الوليدات الصغار هادشي علاش عندها جوج توجهات كاين واحد التوجه ديال الانشطه الداخليه ديال ارتيكمي من خلال التنشيط ديال المنطقه عبر عروض مسرحيه عروض موسيقيه دي ريزيدون الاقامات الفنيه يجيو ليها ناس من برا باش يحتكوا ويدوزوا السافوار فير ديالهم للناس هنا هذا المشاريع يعني ربما غيكونوا من طريق من هاد التيكمي اللي كنحسبها انايا بحال بيبينيير ديال الافكار ومن خلال هاد لي زارتيست ومن خلال الثقافه نقدروا نربطوا يعني نربطوها بواحد المجال اخر اللي هو خلق انشطه مدره للدخل بالجماعه ديالنا حيت الموسيقى ما كنعتبروهاش ديما غير الهضره غير ديال الفرجه وديال ديال الاندستري ديال الصناعه اللي يخلقوا فيه يصوروا فيها الناس الفلوس ولكن حتى هي وسيله يعني تقدر تعاون في التنميه ديال البلاد تقدر تخدم الناس تقدر تخلق عبر مثلا العروض راه كيخدموا الناس يعني ارتيكمي خص يكونوا عندها يعني الناس دي زومبلوا ديريكت ويكونوا دي زومبلوا انديريكت حيت حتى الفنانين واحد الشريحه اجتماعيه مهمه خصها تخدم حنا عندنا الروايس هنا عندنا بزاف ديال الموسيقيين ما كيخدموا حتى هما في واحد الخطره في العام ولا العكس مثلا بهذه المشاريع كنضمنوا ليه يعني يخدم ديما يبقى خدام وارتيكمي كي كنقولوا غنشرب واتر ارتيكمي ارتيكمي عندنا حنايا عند في هذيك المسافه اللي غيوصل بها لواحد الدارو وارتيكمي هي اون ميزون دار عند الفرنسيين وعند الناس اخرين اللي كيسمع ارتيكمي وارتيكمي هي الدار ميزون يعني غيقول اوتوماتيكمون ميزون دار وهذا الدار ديال الفنون ربما انا جاتني الفكره كذلك عن طريق كنشوفوا في اوروبا كاين دي فابريك كولتوريل كيحولوا واحد لوزين كيديروا فيه شي مقر فضاء ديال الفنون وكيحولوا مثلا شي وزين كيحولوا حنا علاش لهاد الديور اللي كنهاجروا منهم وكنخويوهم ما نديروا ليهمش ما نرجعوا ليهم ونرموهم ونصحوهم ونهيئوهم ونجعلوهم واحد فضاء ماشي بقى غير فضاء تقليدي وكيعبر على التراث ديالنا وكيحافظ على الخصوصيه ديال البني ديال بلادنا علاش ما نقولوا حتى حنا نديروا فيهم دي فابريك كولتوريل ديك الدار ما بقاتش كتنتج
كتنتج غير كيسكن فيها الواحد، ولكن كتنتج يعني دار كيبغيناها تنجح حتى على المستوى الايكولوجي، يعني داك المال اللي تدخل تتخرج وتولي عليها بشي في الضال اخر، يعني حتى بهذيك كيقضوا الديون الا كيعطيونا يوجهوا لينا وليداتنا باش يديروا الموسيقى ويديروا الفنون ويديروا، راه اساسا كنساهموا في بنايه واحد المجتمع راقي يقدر يكون انساني يتفاعل مع الثقافات الانسانيه ويحترمها. ولكن العكس الا كل واحد سد دارو وهذه البنايات اللي كتبنى ما كتخرج ما كدير حتى فائده، راه كاينين مسائل تجارب خرجوا في الكراجات وفي هامش، انا كنشوفهم هاد التجارب اللي خصك تشجعوا باش يحيتوا من النظره اللي كيقلب عليها المغرب الجديده، راه كاينه في هاد الفضاءات وفي هاد المجالات، يعني خارجين على دوك لي نورم وديك لي فورماليتي ديال لي بيرو ودوك المسائل، يعني فيهم ديك التلقائيه، فيهم ثقافتنا، حيت ثقافتنا راه ما كتحتاجش لك البروتوكول ولا اعمار الرباي، راه هي سبونطانيه كنعيشوا معها داكشي علاش خصنا نضربوا حنا بحال هاد المشاريع يكثروا وحاولوا نكثروا في زراعات الخير وزراعات المحبه وزراعات الاحترام، دوك القيم اللي تتمشي في المجتمع ديالنا، راه كاينين الناس تيزرعوها ولكن خاصهم امكانيات كيخدموا بديالهم وما يمشيوش بعيد، ولكن خصي الا تدرت وامنوا الناس اخرين بداك الشيء اللي تيقولوه والصدق، هاد القيم الانسانيه اللي تتمشي من بين هذاك الصدق، راه هاد الشيء فاش كيتمرن الدراري الصغار وكنعرفوه، راه لو كان ماشي والدينا اللي دوزوا لينا هاد القيم وهادشي ما غنكونوش هكا، وخصنا نحافظوا عليها ندوزوها للدراري الصغار، هاد الوليدات خصنا نزرعوا فيهم المحبه ديال الاخر، يكون يحترم متبادل ولا فالوريزاسيون تثمين الذات، حنا ماشي خصنا باقي نحقروا ريوسنا كيفاش غنمشيو لقدام، خصنا يكون قيم ديالنا والناس بلادنا ومجتمع يكون عزيز علينا باش نبدلوه، حنا ما عزيزش علينا مجتمع، انا ما كنتسناش من شي واحد ما عزيزش عليه مجتمع وبلاده داكشي يدير لنا شي حاجه، ما خدامش بديال ناس اخرين وخدام على 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 حساب وليداتي، بعض الخطرات انا كنشوف انا وليداتي قصرت في حقهم انني كنساهم هذا الشيء اللي كنقولوا كنديروا انا في الواقع، ماشي سلوك عندي، ماشي كنتصنعوا ولا بغيت منه شي حاجه، شي واجب عليه.